أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العدد. نطالع في الزمان، الجيش التركي يبدأ عملية لمطاردة حزب العمال في سنجار برغم اعتراض بغداد. ونتصفح في المدى، الكتل السياسية ترى ميثاق الشرف غير ملزم لكنها تستعد لتوقيعه. ونقرأ في الهيئة نت العثور على 4 جثث مغدورة بعد اختطافهم جنوب غرب كركوك. وفي القدس العربي نقرأ تحت عنوان الدفاع الجوي السعودي يعترض 7 صواريخ أطلقها الحوثيون على السعودية. ونطالع في العربي الجديد، مقتل 871 مدنيا في الغوطة الشرقية خلال شهر. أما في العرب اللندنية نطالع، الحريري يصعد ضد الأسد وحزب الله بسبب رموز الوصايا السورية. وأخيرا وليس آخرا نطالع في الحياة، مخاوف في إيران من خطة أمريكية لإطاحة النظام. أهلا بكم. كان غزو أمريكا للعراق واحتلاله العنوان الثالث والأهم لإطلاق استراتيجيتها للهيمنة والسيطرة على العالم بالقوة العسكرية كقطب دولي وحيد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. كان قد سبقها قصف صربيا وإسقاط الحكم فيها وغزو واحتلال أفغانستان. طلعت رميح يقول في موقع الهيانات إن السؤال الذي يطرح بعد مرور 15 عاما في العراق هو هل حققت أمريكا أهدافها دوليا؟ كان انطلاق المقاومة العراقية وما نتج في العراق عن إعلان سحب القوات الأمريكية بعد الخسائر الكبرى التي منيت بها بمثابة إعلان مضاد للإعلان عن إطلاق حرب القطب الواحد، ولما ذهب إليه جورج بوش من فوق حاملة الطائرات حين أعلن إنجاز المهمة بعد أيام من دخول قواته بغداد، وتجسيدا لفشل القوة والقدرة والتكنولوجية الأمريكية في تحقيق أهداف استراتيجية القطب الواحد. وهكذا يمكن القول إن الخطة الأمريكية التي أطلقت في المنطقة بداية غزو العراق قد تعرضت لانتكاسة قوية، إذ كان لاشتعال المقاومة العراقية وبسالتها الدور الأكبر في توقف خطة غزو واحتلال دول 7 في المنطقة. وهنا ينبغي الإجابة عن سؤال: كيف نتحدث عن إعطاب المشروع الأمريكي أو أن المقاومة العراقية قد أعطبت الاستراتيجية الأمريكية فيما الولايات المتحدة ما تزال تحتل العراق حتى الآن؟ وتلك نقطة يختلط حولها الفهم حتى الآن، فلولا الدور الإيراني لكانت أمريكا قد تعرضت لمسار مهين في انسحابها. وبالدقة، لولا الانقسامات التي أحدثتها إيران داخل العراق خلال مرحلة حرب المقاومة والميراث الصهيوني في شمال العراق لكانت الأمور انتهت على نحو آخر في العراق. الكاتب يرى أنه على الرغم من أن الظرف الدولي والعربي والإقليمي لم يسمح بمساعدة المقاومة العراقية، لكنها تمكنت من إعطاب الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في الإقليم، وهو ما أصبح واضحا على نحو قاطع في حقبة حكم أوباما واليوم في ظل حالة ترامب. في مثل هذه الأيام قبل 15 عاماً كانت الدبابات الأمريكية في طريقها إلى بغداد انطلاقاً من الجنوب العراقي، بلغت العاصمة العراقية بغداد في 9 نيسان. لم تعرف أمريكا هي نفسها التي خاضت تلك الحرب المكلفة ما الذي كان يخبئ اليوم التالي لها وللمنطقة برمتها. خير الله يرى في صحيفة الراي الكويتية أن لغز حرب العراق لا يزال لغزاً مستمراً إلى يومنا هذا. فبعد 15 عاماً على احتلال العراق، هل يمكن القول إن أمريكا تعلمت شيئاً من تلك التجربة؟
الجواب بكل بساطة ليس ما يشير إلى أنها تعلمت، اللهم إلا إذا أقدم دونالد ترامب على خطوة تؤكد أن إدارته تختلف عن إدارتي جورج بوش الإبن وباراك أوباما. سلمت إدارة بوش الإبن العراق إلى إيران، في حين تولت إدارة أوباما مباركة عملية التسليم هذه عن طريق خطوات عملية باستثناء السيطرة على سوريا المفيدة، أي سوريا الواقعة شرقي الفرات، والتصدي بعنف لأي طرف يسعى إلى الاقتراب من تلك المنطقة. تتفرج أمريكا على مأساة الغوطة الشرقية، تشبه تلك المأساة مآس أخرى في العراق ولبنان. في العراق هناك انتصار إيراني على العراقيين عبر الحشد الشعبي باسم الانتصار على داعش، وفي لبنان هناك انتصار إيراني عبر حزب الله على اللبنانيين باسم الانتصار على إسرائيل. في سوريا هناك انتصار إيراني عبر سلاح الجو الروسي وميليشيات النظام على الشعب السوري باسم التخلص من التكفيريين. كل هذه الانتصارات التي تحققها إيران مستخدمة أدواتها المحلية ما كانت لتتحقق على العراقيين والسوريين واللبنانيين لولا سقوط العراق في مثل هذه الأيام من عام 2003. الكاتب يقول إن الأكيد أن هناك تغييرات كبيرة تجري في واشنطن بخروج ريكس تيلرسون من الخارجية وحلول مايك بومبيو مكانه، كذلك حل جون بولتون في موقع مستشار الأمن القومي مكان الجنرال هربرت ماكماستر، لكن هل يعني ذلك الانتقال من الكلام إلى الفعل؟ من السهل الكلام عن الأخطاء التي ارتكبها بوش الإبن وباراك أوباما، لكن الصعب هو الإصلاح، هو إصلاح هذه الأخطاء التي أدت إلى المآسي الحالية في العراق وسوريا ولبنان وحتى في اليمن. في غضون الأشهر الأربعة الماضية نفذت السلطات العراقية 83 حكم إعدام ضد مواطنين متهمين بالإرهاب وفقاً لبيانات رسمية صدرت عن وزارة العدل، بينما بلغت أحكام الإعدام التي نطقت بها المحاكم في البلاد بتهم الإرهاب أو جرائم جنائية في الفترة ذاتها نحو 200 حكم. صحيفة العربي الجديد تقول في تقرير إن هناك توقعات بتنفيذ عمليات إعدام أخرى تتزامن مع الحملة الانتخابية لكسب أصوات ذوي ضحايا العمليات الإرهابية، إلا أن مراقبين حذروا من أن الكثير ممن نفذ بهم حكم الإعدام أو سينفذ تزعت اعترافات منهم تحت التعذيب ولم يحظوا بمحاكمة عادلة ونزيهة. الصحيفة نقلت عن رئيس مركز بغداد لحقوق الإنسان مهند العيساوي قوله إن السلطات العراقية رفعت من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام أو الإدانة بها في ظل أجواء تفتقر إلى الشفافية ويغلب عليها طابع الانتقام. وأوضح العيساوي أنه يجب إيقاف تنفيذ عمليات الإعدام لأنها تصدر عن محاكمات موجزة وبعضها جائر، ما أدى إلى إزهاق أرواح عدد من الأبرياء. ووفقا للعيساوي فإن أغلب أحكام الإعدام تصدر استنادا إلى اعترافات المعتقلين التي تنتزع تحت التعذيب أو استنادا إلى إفادة مخبر سري. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض أحزاب السلطة في العراق تستخدم حملات الإعدامات الآن من أجل الحصول على مكاسب انتخابية بسبب الشحن الطائفي في الشارع العراقي. من جانبه قال النائب ماجد شنكالي إن ارتفاع وتيرة عمليات الإعدام في العراق يأتي بسبب وجود ضغوط كبيرة على وزارتي العدل لتطبيق أحكام الإعدام ضد المدانين بالإرهاب، مضيفا أنه يجب على الوزارة ألا تخضع للمطالبات العاطفية أو الضغوط السياسية وأن تمارس عملها وفقا للشروط وتتحقق من الإجراءات والدلائل كافة قبل تنفيذ عقوبة الإعدام. الصحيفة تختم تقريرها بالقول إن هناك استغراباً واستنكاراً من منظمات حقوق الإنسان بسبب حضور وزير العدل لحملات الإعدام وحماسته لها، بينما لم يزر إطلاقاً أي سجن من سجون وزارته ليرى ويسمع قصصاً فظيعة عن انتهاكات بشعة تحصل هناك، خصوصاً في سجني الناصرية والتاجي. أسئلة كثيرة
إذا لم يعد هناك لدى العراقيين قناعة بأي حزب في إمكانية أن يغير من حالهم شيئا، وإذا لم توجد هناك قناعة بشخص معين حول مواصفاته القادرة على إيقاف هذه المهزلة أو إيقاف حالة اليأس والتدهور الحاصلة، وإذا إذ هذه الأمور حقيقة تطبق على الصدور والمقارنة لا تزال معقودة بين سيء ماض وسيء لاحق، فاتح عبد السلام يتساءل في صحيفة الزمان: هل يتعلق الخلاص بهذه الأسئلة فقط، ومن أين سيأتي الخلاص؟ هل بات هناك عامل خارجي حقا في البلد الذي اشتركت كل قوى الأرض في الدفاع عنه وتحرير أرضه من الإرهاب، وتحالفت معظم دول العالم من أجل دعم اقتصاده وسد ديونه وإعادة إعمار مدنه ومؤسساته؟ أليس العامل الخارجي بات مقيما بيننا يأكل ويشرب ويلهو معنا؟ ألا تبدو بعض القيادات المحلية ذات مواصفات خارجية أكثر منها محلية؟ وتبدو عوامل وشخصيات خارجية ذات مظهر عراقي أكثر من سواها في البلد؟ ماذا سيفعل العراقي إذا لم تتحقق أمنياته في الانتخابات التي تدق على الأبواب؟ وقبل ذلك، ما أمنيات المواطن العراقي؟ ولماذا تعجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذها؟ وهل ترى الطبقات الحاكمة في البلد تحت أي عنوان مشروعية في تلك الأمنيات لكي تلبيها؟ إنها أسئلة غير محسومة في بلد معلق أمره دائما بين الأرض والسماء. أية أمنية هي الأقرب إلى نفس العراقي؟ أهي الأمن أم مكافحة الفاسدين مصاصي دماء الشعب، أم إقامة المحاكم لمحاسبة من نهب وسلب وأثرى وهو لا يساوي جناح بعوضة لولا العامل الخارجي الذي تحول إلى داخلي ويرى كل شيء ويعرف كل تدهور، لكن لا تغيير يحدث؟ هكذا تساءل الكاتب. الكاتب يرى في ختام مقاله أن الأمنيات الأعمق اتصالا بالمدينة والتطور الحضاري يبدو أنها ليست على جدول أحد من القوى السياسية أصلا، ربما لأنها تخص المستقبل والجيل الآتي. ها هو ميثاق شرف جديد ينهال علينا، منضما إلى القائمة الطويلة من مواثيق الشرف ومواثيق المصالحة الوطنية وسواها، مما احتفي بها أعظم احتفاء وأقيمة الموقعين عليها أجسم الولائم في أفخم المطاعم والفنادق، هو ميثاق شرف انتخابي هذه المرة، وكالذين وقعوا من قبل على المواثيق السابقة التي انزوت في أقبية النسيان، فإن الذين سيوقعون على الميثاق الجديد إنما يوقعون لكي يلتزموا بمضمونه ولا ينفذوا أي بند من بنوده. هذا ما أشار إليه عدنان حسين في مقاله بصحيفة المدى. إنهم مرة أخرى يمارسون لعبة الضحك على ذقون الناس، لكنهم في الواقع يجعلون الناس تضحك عليهم. فما من عراقية تصدق وما من عراقي يصدق بأن الميثاق الجديد يمكن أن يختلف عن سابقاته. الموقعون عليه هم أنفسهم ممثلو الجهات التي وقعت فيما مضى على تلك المواثيق التي انتهت أوراقها بأسماء موقعيها والقوى التي يمثلونها إلى حاويات القمامة. القوى التي ستوقع على ميثاق الشرف الانتخابي هي بحكم تجربة 14 سنة معها الأكثر فساداً وكذباً واحتيالاً. والميثاق الجديد لا يعدو كونه حيلة جديدة وكذبة جديدة، والفاسد والمحتال والكذاب لا ذمة له ولا ضمير ولا شرف أيضاً بالتأكيد. أكبر دليل على أن هذا الميثاق أعد وجمعت التواقع عليه لا ليكون ميثاقاً محترماً ومصوناً وملزماً للموقعين عليه. إن القوى المتنفذة في السلطة هي نفسها القوى الرئيسية الموقعة على الميثاق، انتهكت الميثاق حتى قبل التوقيع عليه. شوارع بغداد وسائر المدن تقدم الدليل، ولوحات الدعاية الانتخابية انتشرت في كل الشوارع والساحات وعلى أسطح البنايات قبل أسابيع عدة من الأوان الرسمي لانطلاق الحملة الانتخابية.
ميثاق الشرف هذا إنما يوقعون عليه لكي لا يلتزموا به وبمضمونه ولا ينفذوا أي بند من بنوده. الكاتب يرى أن هذه القوة إنما تمارس الاحتيال على نظام الانتخابات في الواقع بعدم وضع رقم القائمة ورقم المرشح، لكن اللوحات المبثوثة في كل مكان تزامنا مع قرب موعد الانطلاق حملت كل ما هو لازم وضروري في إطار الدعاية الانتخابية، وبخاصة أسماء القوائم وصور وأسماء المرشحين الرئيسيين بما فيهم رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية نور المالكي وسواهما، ويقولون لك أنهم قد وقعوا على ميثاق الشرف. نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقريراً تحدثت فيه عن النظام الأمريكي الذي ينتج أمثال دونالد ترامب ومن يدور في فلكه، معتبرة أن المشكلة لا تكمن في الأسماء التي تسيطر على توجهات البلاد، وإنما في هذا النظام الذي فسح لهم المجال واسعاً ومكنهم من مقاليد الحكم. وقالت المجلة إن إقالة ترامب لوزير الخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي هيربرت ماكماستر وتعويضه بالمتشدد جون بولتون، فضلاً عن ترقية مايك بومبيو من رئاسة وكالة الاستخبارات إلى رئاسة الخارجية، لها دلالات عدة. المجلة رأت أن هذه التغييرات قد تعني محاولة ترامب التخلص من الكبار الذين حاولوا السيطرة على تغريداته في السنة الماضية وتعويضهم بمستشارين يرون العالم كما يراه هو ويتركونه يتصرف على سجيته. وأضافت المجلة أن تعيين بولتون يعني أن هناك كارثة تلوح في الأفق وتحمل وجهات نظر ترامب حول السياسة الخارجية في طياتها نظرات عدوانية وحربية، ولا يبدو أنه تعلم شيئا من أخطائه الماضية. وقالت المجلة إن ترامب ومنذ توليه الرئاسة زاد الإنفاق على الدفاع وسرع في وتيرة التدخل في أفغانستان، ومنح البنتاغون وبعض حلفاء الولايات المتحدة المتعطشين الضوء الأخضر لاستخدام قوة أكبر في المزيد من المناطق مع نتائج مخيبة للآمال، كما أنه ضعف من اتباع نفس النهج العسكري المبالغ فيه للسياسة الخارجية التي فشلت مراراً وتكراراً في عهد بيل كلينتون وبوش وحتى في فترة حكم باراك أوباما. وأوضحت المجلة أن العبرة الحقيقية من تعيين بولتون لا علاقة لها ببولتون نفسه، ولكنها تعكس ما يقال عن مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية، غير أن الحقيقة الواضحة تتمثل في أن بولتون ليس نشازاً داخل المجتمع الأمريكي للسياسة الخارجية. المجلة ترى أن بولتون يشعر بالقلق بشكل خاص إزاء إيران وكوريا الشمالية، لكنه يتوافق في هذا مع معظم أعضاء الكونغرس والكثير من المؤسسات البحثية في العاصمة واشنطن أيضا. ومن الأجدر بالنسبة للأمريكيين القلقين من تعيين بولتون أن يفكروا في النظام الذي أنتج مثل هؤلاء الذين يدفعون بالبلاد يوميا نحو حروب كارثية ولا يعتذرون عما اقترفوه من أخطاء، ثم يواصلون في العقود الموالية الدفاع عن أخطائهم ويمنحون الفرصة تلو الفرصة مرة أخرى لتكرارها. بعيدا عن السياسة، ضرب رجل هندي مثالا في المثابرة والإصرار عندما أنجز بمفرده شق طريق جبلي بطول 8 كيلومترات كي يشجع أبنائه على زيارته بشكل أكبر بحسب ما ذكر صحيفة المستقبل اللبنانية. وواظب
جالاندهار ناياك على العمل بشكل يومي لمدة عامين في إنشاء طريق ممهد بين قريته المنعزلة والمدينة التي يعيش فيها أبناؤه الثلاثة بغرض الدراسة، ما كان يتطلب منهم قضاء نحو 3 ساعات في الطريق الوعر المليء بالحصى والذي يقطعونه سيرا على الأقدام، ما يجعل من زيارة والدهم لهم مهمة شاقة. وبعد أن أتم ناياك تمهيد الطريق، علمت السلطات المحلية بما فعله وقرر المسؤولون تولي مهمة استكمال أعمال الطريق فضلا عن دفع لناياك ثمن مجهوداته المضنية في إنشائه، خاصة وأنه أنشأ الطريق بشكل متقن وجعله آمنا للغاية لتستخدمه السيارات، كما قررت السلطات أيضا توصيل القرية المنعزلة بالمرافق مثل الكهرباء ومياه الشرب مكافأة له. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.